بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء على قناة اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك، أهلا بيكم، معكم أيمن إبراهيم. إن شاء الله إحنا النهاردة بنفتتح القسم السادس في قناتنا وقناتكو اللي هي خاصة بإدارة الأعمال أو بيزنس أدمينستريشن. بعض الناس تسألني يعني إيه بيزنس أدمينستريشن، يعني إدارة أعمال، بنسمع المصطلح ده كتير. هي عملية إدارة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المؤسسات الغير ربحية أو مثيلتها. الهدف منها هو تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها، سواء الربح أو تقديم الخدمات والأعمال وغيرها من الأهداف اللي هي أنشأت من خلال هذه المؤسسة. بتشمل مهارات وعلوم إدارة الأعمال هو جميع النواحي الإشرافية والمراقبة والمتابعة لجميع الأنشطة الخاصة بالعمليات المختلفة، عمليات الأعمال المختلفة. طيب، السؤال التاني اللي بيبدر لأهزان الأشخاص، طب بيزنس أدمنستريشن دي مرتبطة برجال الأعمال، فهل دي مرتبطة بس بالبيزنس مان أو رجال الأعمال بشكل عام؟ احنا بنقول إن إدارة الأعمال أو علوم البيزنس أدمنستريشن من العلوم المهمة اللي بتهم أصحاب الأعمال في المقام الأول، سواء مشاريع صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وبيهم الأشخاص المنوطين بهم إدارة الشركات بشكل عام، وبالذات الشركات الكبيرة والشركات العالمية. لازم يبقوا ملمين بعلوم إدارة الأعمال عشان بتساعدهم على تحقيق أهداف المؤسسات اللي بيدروها ويحققوا مكاسب والنتائج والأهداف المطلوبة منهم. طيب، احنا في الدومين ده أو القسم ده هنناقش مواضيع مختلفة. طب واحد يقول لي ايه الفرق بينها وبين المهارات الإدارية؟ بنتكلم في المواضيع دي، هي جزء لا يتجزأ من إدارة الأعمال، بنناقشها بالتفصيل في القسم الخاص بالمهارات الإدارية، بالإضافة للمهارات الإدارية والموضوعات الخاصة بالمانجمنت سكيلز. احنا هنناقش مع بعض في قسم إدارة الأعمال، هنناقش 6 موضوعات تكميلية ومهمة جدا لكل المهتمين بإدارة الأعمال، زي الـ International Business أو الأعمال التجارية الدولية، هنناقش البيزنس ان ايمرجينج ماركتس او الاعمال في الاسواق الناشئه، هنناقش افاق السوق والتسويق بشكل عام، هنتكلم على الفاينانس والاكاونتنج، هنتكلم على المحاسبه والماليه، هنتكلم على التنظيم في السياق الاستراتيجي او الاورجانيزيشن ان استراتيجيك كونتكست، واخر حاجه هنتكلم على الانوفيشن اند تشينج او الابتكار والتغيير. كل موضوع من الموضوعات دي هنتناول تحتي بعض المعلومات والموضوعات اللي هنناقشها ونطرحها مع بعض بشكل مبسط وبشكل بسيط، بحيث يساعد كل المهتمين باداره الاعمال على فهم العلوم ومناقشه، طبعا من خلال طرح الموضوع بنسمع مناقشات واقتراحات وأسئلة، بحيث نبقى ملمين مع بعض بكل جوانب إدارة الأعمال. فمثلا في الانترناشنال بيزنس أو الأعمال التجارية الدولية، زي ما تعرفين العالم بقى قرية صغيرة، وأي حدث بيحدث في بلد ممكن بيؤثر عليك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وخاصة في الدول الكبيرة 8 الكبرى أو الدول الصناعية الكبرى التي تؤثر على 80% أو تتحكم في 80% من اقتصاد العالم. فأي مشاكل أو اضطرابات أو أزمات في هذه الدول هيؤثر عليك في بلدك اللي انت فيها رغم ان انت مش مرتبط بيها. فمهم جدا ان انت تبقى ملم وفاهم الاحداث، تقرا النتائج، تسمع التقارير الماليه، بتسمع نشاط الاخبار، بتتابع الاحداث. فهنتناول موضوعات مختلفه في تحت عنوان الانترناشنال بيزنس، زي العولمه والحوكمه الدوليه والتجاره الدوليه والمنافسات العالميه وتاثيرها على الاعمال والمشاريع في الاسواق الناشئه
وعلى باقي دول العالم. بعد كده هنتكلم على الأعمال في الأسواق الناشئة. الأسواق الناشئة اللي هي زي بلدان زي البرازيل وزي مصر وزي السعودية وزي الهند، يعني دي بيسموها الأسواق الناشئة، اللي هي مش من الثمانية الكبار زي أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وكده. فمهم جدا إن أنت في العالم العربي نعتبر من الأسواق الناشئة، فمهم جدا نفهم يعني إيه الأسواق الناشئة. هنتكلم على بيئة العمل في الأسواق الناشئة، الأخلاقيات في الأسواق الناشئة، علاقة الأسواق الناشئة بالتجارة الدولية، وإزاي طبيعة العمل جوه وأصحاب العمل والعاملين في الأسواق الناشئة. هنقدم فيها مجموعة من النصايح والإرشادات لكل العاملين في الأسواق الناشئة، يعني زي الوطن العربي زي ما قلت قبل كده. بعد كده هنتكلم على آفاق التسويق (Market Perspectives). مهم جدا، انت عمرك ما هتنجح في عمل او بتدير بيزنس، سواء بتديره كموظف او بتديره كصاحب عمل، من غير ما تفهم تسويق، مبادئ التسويق، وازاي تنشئ علامة تجارية مميزة في السوق. لازم تبقى فاهم علم التسويق بتفاصيله كلها والمبادئ الاقتصادية في بيئة الاعمال بشكل عام. بعد كده نتكلم في الدومين الرابع او الموضوع الرابع في الدومين بتاع إدارة الأعمال، اللي هو الفاينانس والأكاونتينج. طبعا الفلوس هي اللي بتحرك كل انواع البيزنس، سواء مؤسسات ربحية او غير ربحية. فانت لو مش فاهم فاينانس او ما عندكش فكرة، مش شرط تبقى مدير مالي، بس انت لازم تبقى ملم تقدر تقرأ الأرقام والمؤشرات المالية وتفهمها وتشوف انعكاساتها على البيزنس بتاعك. عشان كده احنا هنبسط الموضوع. طبعا احنا ما بنتكلمش متخصصين سواء محاسبين او ماليين، احنا بنتكلم المديرين بخلفيات المختلفة، مهندسين، دكاترة، اي تخصصات او شهادات اخرى غير الفاينانس والاكاونتنج. هنفهم يعني ايه المبادئ المالية، هنعرف التدفق المالي او الكاش فلو سواء ان او اوت جوه او خارج الشركة، هنفهم يعني ايه القوائم المالية او الفاينانشال ستيتمنت، ازاي بتتعمل وبتتكون من ايه وازاي نعرف نقراها كويس. هناخد اساسيات المحاسبة وغيرها من المواضيع التي تهم كل العاملين في مجال الاعمال. الموضوع الخامس هنتكلم على التنظيم في السياق الاستراتيجي، اللي هو الاورجانيزيشن ان استراتيجيك كونتكست. وده مهم جدا ان احنا نفهم الصناعات ونفهم يعني ايه صناعة، نفهم ناخد فكرة عن الموارد بشكل عام وازاي بنديرها، والكفاءات ازاي بنختارها وازاي بنطورها، والكابابيليتي القدرات سواء القدرات الفردية او القدرات الجماعية او قدرات الشركات. هنتكلم على التغيير الاستراتيجي، نتكلم على العولمة والتوافق الثقافي ما بين الثقافات المختلفة او different cultures. هنتكلم على مناهج مختلفة للاستراتيجيات وغيرها من الموضوعات المرتبطة بهذا السبجكت. اخر نقطة هنتكلم على innovation والتشينج، اللي هو الابتكار والتغيير. والابتكار تعرفين طبعا ان هو اسس من اساسات النجاح، وان هو بيساعد على تطوير المنتجات الحالية وصناعة منتجات جديدة. هنتكلم عليه وعناصره واهميته ودوره في استمرار البيزنس في ظل المنافسة الشديدة ما بين الشركات المختلفة. هنبتدي ان شاء الله هندي حلقة تفصيلية عن كل موضوع من الموضوعات الستة. هنتكلم بالتفصيل على العناصر اللي انا اسردتها بايجاز دلوقتي، بحيث نبقى كل واحد عارف خارطة الطريق او رود ماب لكل موضوع. وبعد كده هنبتدي ناخد واحد واحد نخلصه. هنتكلم عن انترناشنال بيزنس، هنتكلم بنفس الترتيب اللي انا قلت عليه، هناخده نخلصه وبعدين نخش في الموضوع اللي بعديه والموضوع اللي بعديه. واحد يسأل طب احنا المرجعية بتاعتنا ايه؟ المرجعية مين لي اساسا؟ تبقى كتب الماجستير ادارة الاعمال لجامعة ليفربول اللي انا حاصل فيها على شهادة الام بي اي،
ومصادر أخرى ذات صلة بالمواضيع اللي هنتكلم فيها. أتمنى إن شاء الله تستمتعوا معنا في القسم الجديد، قسم إدارة الأعمال، ويبقى قيمة مضافة ليكم ولحياتكم وتساعدكم في تحقيق أهدافكم. ويسعدني مشاهدتكم، ويسعدني تعليقاتكم، ويسعدني مشاركتكم البناءة ومقترحاتكم لتطوير هذا القسم الجديد وغيره من الأقسام. ونشوفكم على خير إن شاء الله في أولى حلقات إدارة الأعمال ومقدمة عن الانترناشنال بيزنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.